السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. مع درس اليوم وهو المتصفحة الشعير سبارك براوزر، ومتصفحة له نفس شكل جوجل كروم، متصفح رهيب القائع إعجاب كبير من طرف الجمهور بفضل الخاصيات الموجودة بداخل المتصفح. إن شاء الله نرى هذه الخاصيات. أول شيء أحط لكم رابط تحميل البرنامج على موقع السفطني. موقع البرنامج إن تريد أن تحمل من موقع البرنامج يطلب منك الإيميل وأشياء كثيرة معقدة. وأنا أبحث عن هذا الرابط وإن شاء الله يعجبكم. رابط تحميل سأحط لكم تحت الفيديو. بعد ما تدخلون الرابط تضغطون على فري داونلود، وبعد ذلك راح يبدأ يثبت معكم البرنامج. بعد تحميل البرنامج تجد أيقونة البرنامج، يثبت البرنامج سريع جدا. تضغط على أيقونة دوبل كليك على الماوس تقول له نعم، راح يثبت لك البرنامج في 3 ثواني. تثبيت سهل للغاية. تضغط على اكسبت انستال، راح يبدأ يثبت البرنامج. بعد ذلك تم تثبيت البرنامج بنجاح. وهذه ميزة جميلة في هذا المتصفح. بعد ما يثبت البرنامج تطلع لك هذه واجهة البرنامج. في هذا الخيار واجهة جميلة للغاية، تأخذ واجهة جوجل كروم. في هذا الخيار هذا إن أردت تبديل خلفية هذه الخلفية الموجودة وراء في المتصفح، هناك خلفية عديدة تريد أن تبديلها في هذا المتصفح. والخاصية الجميلة هنا هو ملف التورنت. تستطيع أن تحمل هذا البرنامج ملف التورنت. مثلا راح نبحث على الجدية فاي سيتي، لعبة جدية فاي سيتي. ونستطيع حتى يبحث وهيطلع لك هذا الموقع. تبحث عن اللعبة ثم تضغط عن اللعبة ثم تضغط على Get Torrent، ويعطيك مكان حفظ اللعبة. تقول نعم، تقول اوكي، وراح يبدأ يثبت لك اللعبة. بعد كتابة التحميل تجدها في الملف الذي اخترته، والخاصية الأخرى الموجودة فيه. وعند تدخل إلى موقع يوتيوب، تدخل إلى فيديو معين، مثلا هذا الفيديو في الواجهة الرئيسية، يعطيك هنا تستطيع أن تحمل فيديوهات من داخل المتصفح بدون برامج ولا أي شيء. تضغط على هذه الأيقونة. هنا يعطيك بجودة 720، هي جودة عالية وجودة متوسطة و امبتر يعني صوت. هذه خاصية جميلة. تضغط على اي شيء مثلا جودة متوسطة وراح يبدأ يثبت لك الفيديو. وهناك خاصية اخرى جميلة، عندما تضغط على هذه الايقونة هون راح يطلع لك نافذة لوحدها تضم هذا الفيديو، لكي تستطيع أن تشاهده. مثلا تشاهد فيلم أو تضغط على هذه الأيقونة راح تطلع لك نافذة لوحدها. وله نفس جوجل كروم، نفس إعدادات جوجل كروم موجودة في هذه. وتستطيع أن تلتقط صورة اللي هنا. تضغط على هذه الأيقونة ثم تضغط على Capture Screen Regions، ثم تضغط على هذه الأيقونة. يطلع لك هذه الشكل. تختار المكان الذي تريد أن تصوره، مثلا هذه صورة ها، وتريد أن تحط عليها مثلا سهم، دائرة، عندما تضغط على هذه الأيقونة ثم تضغط كابتشر سكرين ريجن، أعطى لك المكان الذي تريد تصويره مثلا هنا.
الإيران ولا السهم، سهم أو كتابة تكتب مثلا الدين، ثم تضغط تحط المكان محدد الصورة راح يحفظها، وهذه خاصية موجودة في هذا المتصفح ومتصفح سريع وجميل للغاية. أتمنى أن ينال إعجابكم، ورابط التعميم سأحطه من تحت الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في شرح جديد إن شاء الله.